التيارات الكل في أوروبا. ثم حادثة تاريخية ممكن توحي بأن هؤلاء الدعاة أو شيوخ النكاح مثل ما أسميهم وكأنما معناها عندهم غيظ، عندهم ثأر تجاه تونس من الرسالة الوهابية اللي طبعا. اللي بعثوها لتونس وقت حمودة باشا، معناها 1800 وشوية 1803 1804 اللي بعثوها لتونس وقالوا لهم انتم راكم مش مسلمين وراكم انتم تزوروا الاولياء الصالحين وكذا فرد عليهم وقتها المفتي الديار التونسيه عمر المحجوب 1804 تقريبا، معناها بلهجه حاده جدا وهددهم حتى بالسيف فهمت، وقال لهم روحوا شوفوا معناها تاريخ طبعًا. الاسلام كيفاش المسلمين معناها توسطوا بالعباس عم الرسول للاستسقاء وكان وقتها الخليفه عمر باش تخرفوا وفي الاخر هددهم بسيف قال لهم اما طبعًا. فاليوم هالغزوه نتاع الشيوخ هذول الدعاه هذول وكانما فما نورفانج فما غيظ طبعا طبعا ثم الثأر من اسلام المجاهدين الاحرار من اسلام الدغباجي وبشير بن زدير وعمر المختار اللي قاتلوا فرانسيس والطليان ثأر مستر هامفر وكابتن فيلبي الذين اسسوا الوهابيه السعوديه اي من الذراع العسكريه اي المخابرات العسكريه البريطانيه ذراع وزاره المستعمرات الشرقيه ثم الثأر. طبعا يا سي طاهر الوهابيه بدون بترول وغاز ولا شيء وشكون لوج عليه الناس هذاك اللي وشكون لوج عليه ثم ذهب تخرج في افريقيا وفي امريكا اللاتينيه يسمع بحد قرى محليه كلام الى اخره لن يسمع احد. الوهابيه اصبح لها شان بالبترول والغاز وحينما طلبت منها بريطانيا وامريكا ان يكفك المشروع الكبير لمواجهه اليسار والقوميه العربيه وعبد الناصر والاتحاد السوفيتي والملائكه الخضر. سنحكي عن الملائكه الخضر نتاع الوهابيه السعوديه هذه شنو قصتها؟ شنو هذه هذه سيدي في حرب افغانستان الاتحاد السوفيتي افغانستان في الاتحاد السوفيتي ارسلوا الشباب العربي من كل جهه الشيوخ الوهابيه السعوديه قالوا ان ملائكه خضر تقاتل ضد الاتحاد السوفيتي امشي يلا افزع امشي 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 وثم الكثير من الشباب يعني يتم التلاعب به. بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي اندثرت هذه الملائكة الوهابية الخضر بتاع السعودية ما عاد يحكي عليها حتى واحد احتلتش أمريكا فغانستان سمعناش حتى بملك واحد أخضر قتل أمريكا في فغانستان أبدا. احتلتش أمريكا العراق سمعناش بملك واحد أخضر وهابي سعودي قتل أبدا. احتلتش إسرائيل ضربت جنوب لبنان حكيناش حكوش مرة واحدة على ملكة خضر قاتلت إسرائيل في لبنان أو في فلسطين أبدا. هاي رجعت مؤخرا الملكة الخضر تعرف في رجعت في سوريا هذا الشيخ العريفي جابوه لتونس قال أن عندنا الفيديو راه نخرجوه كل شيء خرجوه هنا. حدثني رجل أنه قتل ابنه الأول ففي الدفاع عن عرضه فلما قتل في الشارع دخل على الأم قال لها مات فلان قالت الله أكبر الحمد لله الذي شرفني بشهادته وعنده أربعة أولاد وبنت أو بنتين ثم قتل ولده الثاني بعده بيومين ثم بعدها جاء واختطف الولد الثالث وأشياء حقيقة مؤلمة إلا أنهم ذكر لي أحدهم أنه جرح ولده في بعض المواجهات وجيء به إلى البيت يقول فطرقوا علينا الباب وكان يضربون الولد ويقولون من الرجال البيض على الخيول البيض اللي معكم من الرجال اللي على خيول البيض معكم يقول ما أظن اللي إذا كانوا ملائكة إحنا ما ندري عنهم من الرجال اللي على خيول البيض معكم يقول ما أظن اللي إذا كانوا ملائكة إحنا ما ندري عنهم وحدثوني أنهم في درعا لما أغلق عليهم ثلاثة أيام لا ماء ولا كهرباء وكانوا يرمون الخزانات المياه في الرصاص حتى يخرج كل ما فيها من ماء فلما يعني وقع ذلك يقول كاد الناس أن يموتوا ثلاثة أيام يقول والله ما تسمع في البيوت إلا لا إله إلا الله والله أكبر تضج بها البيوت يقول فإذا بالسماء تتشقق علينا بالماء ونغرق من كثرة الماء وشبعنا وروينا فأحمد الله تعالى على يعني والله يا أخي أن دخلتنا عليه أقسم بالله العظيم قال لي رجل أنه في باب عمر في حمص ملائكة على جهة بيض نزلت من السماء تقاتل في بشار الأسد يا سبحان الله ملائكتكم لم تقاتل إلا الاتحاد السوفيتي والجيش السوري فقط ما تقاتلش إسرائيل ما تقاتلش لا أمريكا لا لا. هذه هي ملائكة إسرائيل عندها حرز حرز صحيح. حرز معناها يحميها من الملائكة الخضر لأنه تشوفت مثلا عمره ما وبعدين أول مرة ما خذا الحكم السي هذا مرسي يبعث جواب نتنياهو يقول له حبيبي وكذا